اللهم صل على الحبيب. الله شهر الرحمة يأتينا اشتقنا بالمسجد نسجد يا هذا الصوت الجميل. الله يسعدك. السلام عليكم يا جماعة الخير. طيب بما انه اشتقنا للمسجد نسجد، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعد مساكم يا جماعة الخير إخوة وأخوات من أينما كنتم وكيفما تواجدتم. يسعد مساكم جميعا بهذه السهرة الرمضانية اللي ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. برنامجنا اللي يقول كل يوم بنطلع مع ضيف مميز وعزيز، وزي ما هي العادة أيها الكرام وزي ما هي العادة دائما بتمنى منكم تشيروا الحلقة لكل الأحبة الكرام في مختلف الصفحات حتى يكون إن شاء الله نشرنا للخير في كل موقع وكل مكان. حديثنا اليوم جميل يا جماعة الخير، وجلستنا رح تكون رائعة جدا مع ضيف مميز. اليوم مش بس رح نحكي عن ترقيق القلوب، اليوم رح نسمع كلام برقق القلوب، رح نسمعه إنشاد. فاللي حابب يسمعني يجي معنا وتشركم بالسياسة، بعرف أغلبكم رايح يطلع على السياسة، خليكم معنا أحسن لكم. أنا بنصحكم نصيحة سريعة. في ناس مش عاجبهم حكي. ف يسعد مساك حبيب القلب أخوي خالد القصراوي. يعني رمضان كريم أول حاجة، أنت أستاذ ومعلم وأنت مدير مركز القدس، أنا مش أخطأت صحيح؟ يسعد مساك مركز أيوة دكتور. الله يخلي لي إياك. أول أخوي خالد أمورك إن شاء الله تمام، رمضان كريم أول شيء. يسعد مساك ومسا المتابعين الكرام جميعا وأهلنا في فلسطين وفي الخارج وين ما كان بسمعونا، ورمضان كريم ربنا أكرم. يعني الحمد لله رب العالمين، خفيف نضيف لايت على كل الشباب اليوم رمضان. هو رمضان جماليته بأنه جاي بشكل لطيف وجاي بوضع مكورن، دير بالك يعني بتعرف الوضع المكورن الموضوع ما بيكون شيء سهل بصراحة. بالضبط، خربت الدنيا هاي الكورونا. طيب أخوي خالد، دائما الموضوع الإنشاد إشي مهم جدا، والغناء الديني إذا جاز لي التعبير بهمنا كثير في ترقيق القلوب. إحنا بظروف يعني كورونا في أجواء رمضانية جميلة جدا، بالأغلب الناس بتميل وبتحب تسمع هذا الإنشاد، والجميل وهذا مهم جدا للناس يا جماعة الخير إنه أخونا الأستاذ خالد القصراوي جماعة الخير ومنشد وبجنن صوته مشان تكونوا عارفين، غير إنه أصلا مدرس يعني ودرس في مدرسة ثانوية لطلاب العلوم. أنا إذا ما خانتني الذاكرة مزبوط يا خالد أنا بحكي؟ مزبوط علوم، بس بطلنا ثانوية هالكتا صغرنا. لا لا، مو أنت لازم تكون قريب من قلوب الأبناء يا صديقي، الله يسعد لي إياك ويحفظك. شو أنا يعني إذا بتحب أعطي نبذة سريعة. يا ريت والله يا ريت. أنا كنت مدرس في المدرسة الإسلامية الخيرية الإسلامية في البيرة. نعم. مدرسة يعني الأكثر يعني التعلق فيها كان لحد هاي اللحظة، لدرجة أنه صار في معي مشاكل في مدرسة الجديدة من تحت رأس تعلق في الإسلامية، في طلاب في الزملاء في مجتمعها. المدرسة بتشدك بطريقة يعني غريبة جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. ولليوم علاقتي معهم قوية طبعا، صح اللي أروح الحكومة تعرف يعني إحنا في مجتمع أي واحد بيحكي لك الحكومة ظل أحسن من الخاص، يعني مع العلم انه مش قناعتي الشخصيه، بس يعني اضطريت انه اتساوق مع المجتمع وهيك. حاليا قبل فتره انا كنت لمده 3-4 سنين مدير مركز بيت المقدس للادب، وعملنا كثير شغلات ممتازه جدا مع الاديب الرائع وليد الهودل، اللي انا شخصيا يعني من اكثر الناس اللي بوقف احترام لهذا البني ادم. صحيح اخوي وليد الهودل من اخيره الناس، ولا نزكي الله احد، يعني فعلا انسان اكثر من رائع، وهو اللي دائما بحفزني انه قديش انه اكون عندي يعني الطاقه هاي، انه ما ضل هباء، لازم الواحد يشتغل في طاقته، لازم يعمل إشي للمجتمع، يعمل إشي توعوي. فضل الله عملنا يعني اكثر من عمل في فتره وجودي في مركز بيت المقدس، عملنا 3 أفلام مهمه جدا جدا جدا، من روايه الاستاذ وليد الهودلي حولناها لسيناريو وانتجناها 3 أفلام، طبعا ما نزلت على اليوتيوب لانه الافلام لسه ما استردت قيمتها حقوق. يعني او حقوق او تكاليفها،
بس بإمكاننا إنه أي حدا بده يحضرها. يعني إحنا عملنا عروض وراح يصير يكون في عروض، عملنا مسرحية مع مدرسة بنات عزيز الشاهين، وكانت مسرحية مهمة جدا للبنات، توعوية عن مخاطر الفيس والعلاقات الخاطئة أو إشي زي هيك. طبعا المسرحية يعني من يعني التربية، مثلا على مستوى التربية، من كتر ما انجنت فيها طبعت سيديهات ووزعتها على المدارس مجانا، إنه لأنها توعوية، يعني إنه شافت إنه إشي فعلا محرز. طبعا وكان في كثير شغلات، من بينها اللي هي مشروع شاعر مشاعر، عملناها أمسية للأطفال وحتى لطلاب الجامعة اللي بحبوا الشعر، بحبوا يحكوا الشعر وبيكتبوا الشعر أو نثر أو إلى آخره، وكانت ناجحة جدا. وما زالت طبعا توقف، كل هاي الأنشطة توقفت بسبب الكورونا. يعني شوي أنا يعني أبعدت شوي عن المركز، صار في هيك عندي شوي ظروف إنه يعني توجهت شوي للتجارة، اضطريت. يعني بتعرف الحياة دكتور، يعني بدها عافية. شغل وهيك، ففتحت هيك محل صغير وإشي، فاضطريت إني أنا أبعد شوي عن المركز، بس لسه قلبي برضه معه ومتبع مرات، يعني على الأقل متواصل مع الأستاذ وليد ومتبع على آخر الأنشطة، ولسه مخليني جماعة أدمن على الصفحة وبحكوا لي يعني إنه بدنا إياك ترجع وإشي. وإن شاء الله يعني قريبا إنه يعني أي تطور جديد راح يكون لمركز البيت المقدس، من جهتي مش راح أقصر فيه، يعني لأنه هذا المركز بصراحة من المراكز اللي انظلمت في فلسطين، واللي لليوم بتحاول تقدم رغم الضعف القاتل، مش يعني مش ضعف بسيط، ضعف قاتل ماديا. وإن شاء الله إنه ربنا يكرمهم هيك، ويصير يعني في دعم للمراكز المحترمة اللي زي هيك. طيب انا بدي احييك اول شيء، والشباب هم قاعدين بحيوا فيك، يعني احمد الله يحييك. اول واحد بحييك، واخوك احمد القصراء والله يسعده، وايناس والدكتور بسام الاغبر، ومجموعه كبيره من الناس اللي بتمسي عليك، وميسر ريم وساجده وعبد الرحمن، يعني مش راح احيي لك الاسماء الان كثار. وانا بتمنى الله من كل يسعد مساهم يعني جميعهم. يعملوا مشاركه لهي الحلقه، لان انا بعتقد من الحلقات الجميله اللي راح تكون. حبيبي خالد، انت رحت كمان للانشاد، صوت جميل ما شاء الله، ربنا يعني تفضل عليك واكرمك بهذا الصوت، هذا الشيء الوحيد اللي فيش مجال الواحد يعمل فيه واسطه. والله حتى في الأصوات في صار في واسطة، يعني اليوم للأسف الوضع الفني مش سهل بالمرة. صحيح، التحدي اصعب. يعني أنا ممكن أحكي شوي إنه يا ريت. طول فترة حياتي دكتور، يعني من أيام صغري وأنا بعشق الإنشاد والغناء وشغلات زي هيك، وفنيا يعني بحب الفن وبحب يكون الفن بيحمل الرسالة، حلو. وبحب انه تتاثر فيها هاي الرساله. للاسف انت اليوم قاعد بتسمع بعض الاغاني المصريه، مع احترامي طبعا لاذواق الناس، بتلاقي خربيش. صداها واسع بس بدون معنى، بدون هدف، بدون، بالعكس اصلا ممكن انه تهدم، هي ما بتبني. صح. احنا يعني انا لليوم ما زلت مصر انه لازم اعمل إشي اللي الناس تحبه وتستوعبه، وبنفس الوقت يوصل مسج معين يكون فيها هدف سامي. هلا انا المظبوط انه لليوم لسه بتدرب، يعني انا اجي احكي لك انا منشد جاهز، لا انا اصغر من هيك، وشغل الانشاد والغنى يعني مش سهل، والتدريبات اللي بنخضع لها يعني تدريبات عن جد قاسية يعني. بس الحمد لله رب العالمين معنا طاقم يعني احترافي بشكل مش جنن. طبيعي، وخبرتهم كبيرة جدا. يعني انا معاي بحب اوجه له تحية، ضياء عبد القادر، هو الماسترينج ومسؤول عن التقنيات الصوتية في الإنشاد، وعازف الأورج أحمد أبو شوش اللي عنده إحساس يعني بيدوخ عن جد. فزي ما حكيت لك دكتور إنه يعني حتى العمل الأخير اللي عملناه، طبعا هو أجا يعني كان القرار إنه لله، وكان من جيابنا الشخصية يعني على حسابنا، بس الحمد لله انتشر بطريقة، يعني احنا انبسطنا انه قديش جميل. انتشر انا رغم قبل ما اعمالكم، انا راح أقول، انا بدي اسمع اعمالكم، بدي اسمع الفريق، بس انا بدي اسالك، لانك انت فتحت موضوع جدا جدا مهم، وهو موضوع تفضل. الاذواق عند الناس بالسماع للانشاد والغناء ذات القيمه، لانه بالنهايه الانشاد الديني او حتى الغناء اللي له كلماته قيمه، وكلماته بتدفع الانسان على العمل والانجاز والتطور والتميز، بتولد عند الانسان مشاعر. احنا لا شك انه كلياتنا في داخلنا مشاعر جياشه، وبيجي دور الانشاد او الغناء بياثر بهذا التاثير. لكن بصراحه
انت ناقشت موضوع خطير يعني بصراحه، وهو انه للاسف ظهور اصوات بين قوسين، وانا بتحمل مسؤوليه التعبير او التصريح، نشاز، وبيطلع لك مشاهدات بالملايين يعني يا اخي الكريم. من واقع تجربتكم، وانتم شغالين كشباب الان، من جهدكم الشخصي، من تحدياتكم الشخصيه، وانا بعرف ما في رعايه بالاغلب، للاسف انه بالاغلب كل حدا بيبدا ببلش من زي ما بيقولوها من دراعه. قديش الموضوع مؤلم على 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 الاشخاص، والتحديات اللي انتم بتواجهوها، لانكم اصحاب رساله، لانك انت الكلمه تبعتك بتوزنها ب 100 مليون ميزان قبل ما تطلعها، غيرك بيكونش سائل، عفوا، والناس بتسمع، يعني الناس بتسمع اللي بيكونش سائل، انت لانك بتوزن كلمتك وبتجيبها من شخص كاتبها وذات قيمه وذات معنى وذات بعد قيمي ووطني وديني واخلاقي وانساني، بتكون كل كلمه بالنسبه لك لها اثر ولها معنى. قديش هذا التحدي بتشوفوه كبير كأشخاص يعني في هذا المجال؟ التحدي يعني أكثر مما تتخيل، يعني مش سهل إنه أنت تنزل أغنية أو أنشودة وملهاش قيمة أو ملهاش صدى. يعني ممكن أنت تتعب، أوكي تعال فنيا الأغنية مستواها عالي، طيب ليش ما لاقت صدى رواج عند الناس؟ لأنه باختصار دكتور أنت بدك يكون في عندك وعي كامل بأذواق الناس، وتحاول تأخذ الإشي الوسط، ويعني تنمي كداش بتقدر عند الناس أذواقهم برضو. هلأ إحنا يعني كناس مستمعين، صارت اليوم الناس مرات تطلع بس على اللحن، ما بهمها شو الكلام. صارت في بعض الناس تطلع على الكلام، ما بهمها اللحن. إحنا بنحاول نجمع الثنتين، نأخذ أفضل لحن مع أفضل كلمات، ونقدمها للناس بأسلوب جديد، نحاول كداش بنقدر طبعا، لأنه بالنهاية أنت في عصر كل شوي في شيء جديد، وما بتلحق على جديد. فتحديات كبيرة، خاصة أنه أنت لما بتحكي عن فن ملتزم بصراحة مش مدعوم بالمرة. صحيح. فن يعني الجانب المادي، يعني الناس تيجي بتقول لك طب أنت ليش تحكي على الجانب المادي؟ الجانب المادي يعني هو المهم عشان أنا أستمر، مش عشان أخذ لجيبتي، مش تعبي، أنا ما بدي تعبي، بس أنا بدي لما بدي أروح أسجل للاستوديو، لصاحب الكلمات، لصاحب للعزف، لكذا، كل هذا بلزمني أنه أنا أدفع المصاري، التكاليف، المشاوير. يعني لو بدي أحكي لك عن قصص بتصير معنا، وخاصة مثلا الأنشود الأخيرة، أنه كيف تسجلت وشو الظروف اللي صارت فيها، يعني إشي فوق المتوقع، فوق الخيال. بس كان التحدي بالنسبة لنا أنه لازم نطلع بإشي، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا وفقنا ونجحنا يعني في الموضوع. طيب انا اللي شفته عملين انتم اشتغلتوا عليهم. انت كان لك عمل بشكل خاص انشوده لها علاقه في تحيه التوجيه، اذا انا كنت دقيق. مزبوط. والانشوده اللي حطيناها قبل شوي، وانا انبسطت انك مش حاط عليها حقوق عشان هيك نشرتها، وانا بوعدك هاي بدون حقوق، هاي ما يعني اليوم لاخر رمضان دائما راح اطلع فيها، انا كنت خايف بحقوق، بتعرف مارك خايف لي على المقره. على حسابك دكتور، على حسابك. الله يكرمك، الله يجزيك الخير. سؤالنا خالد، قديش بتشوف، وراح نيجي عن هاي القصه، قديش بتشوف الانشاد الديني بأثر في الناس، وبصير تناغم الناس مع هذا السماع، انه خصوصا بتجربتكم انتم قدمتوا انشوده جدا جميله من فريقكم للشباب، وواضح تماما امكانياتكم الفرديه وبجهدكم الفردي. قديش التحديات اللي واجهتكم؟ خلينا الناس تسمع، خصوصا رجال الاعمال. وانا خليني امسي كمان على حبيبنا ابو ناصر، الاستاذ عماد السعدي، اللي هو نائب المدير الاقليمي للبنك الاسلامي الفلسطيني، وبتمنى انه يصير تبني للمنشدين اصحاب الاصوات الجميله، ويصير دعم لهم كما يدعم الاخر. ما هو عفوا بالكلمه، ذاك صاحب الصوت اللي بيقدم خرابيش، خليني اسميها خرابيش، يجد من يموله وامواله ملايين حواليه. اعتقد انه البنوك الاسلاميه، المؤسسات ذات العلاقه، دورها تدعم هاي الاصوات وتقدم لها ولو بالحد الادنى، حتى تقدر تطلع وتقدم القيم. ما بزبطش الناس تقول وين البديل، يعني طلع بام 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 بام، هذول طلعوا لانه في اموال وملايين وراها، يعني عفوا في ملايين وراها، كمان بحاجه انه يكون في مشاركه. قديش اثر الانشاد الديني بتعزيز القيم عند الناس؟ هذا بتهمني حتى نحكي انا وياك، شو عملتوا انتم تحديدا كالشباب؟ قدمتوا انشوده جدا جميله، ولاقت الحمد لله بجهدكم الشخصي نجاح، بتمنى انها تنجح بشكل اكبر بكثير من مليون مره ان شاء الله. تفضل اخوي خالد. هو دكتور انا بدي احكي هون، يعني تاثير التكنولوجيا بغض النظر سواء كان ديني او غير ديني، سواء كان غنى او مش غنى، نشيد او مش نشيد، افلام، شو ما كان،
تأثير التكنولوجيا كلياتنا بنلاحظ قديش تأثير التكنولوجيا على أولادنا، قديش نسبة تعلقهم في اليوتيوب، قديش الأطفال بقلدوا من اليوتيوب أكثر ما بسمعوا لك، بربيهم الإنترنت. فبالتالي لما يكون في عنا عمل له قيمة يحبوه الأطفال يحبوه الناس، أكيد رح يأثر، لأنه أنت هون لمست كل حواسه. ولما أكثر إشي يعني الأشياء المرئية عادة، يعني إحنا اضطرينا بصراحة نعمل فيديو كليب، وكان الفيديو كليب شوية ضعيف يعني، بس لأنه عشان تنتشر لازم يكون في فيديو كليب. إحنا فيديو كليب تاعنا عملناه بأربع ساعات فقط، وعيب أسميه فيديو كليب، عيب أسميه يعني، لأنه هو كان سريع وشوي يعني مش هالقوة في إنتاجه يعني. ولكن يعني اضطرينا، لأنه زي ما حكيت لك يعني، أنت لما بتحكي عن عمل زي هذا إذا بدك أنت تحتاج تظهره بصورة أفضل وفي تصوير أفضل وشيء، بده كلفك تقريبا $1,000، هذا بس على مستوى فيديو كليب. طب $1,000 يعني اليوم بحكين، خاصة في زمن الكورونا يعني هلأ. فبالتالي أنا بشوف أنه مش بس رجال الأعمال، حتى الناس نفسها في واجب تجاه أطفالها أنه تدعم هيك فن، وهذا الواجب كبير بصراحة. ولازم الأطفال يعني، أنا أحكي لك مثلا عن قصة زمن الكورونا اللي هي الدحية. هاي الدحية أنا كنت عند زميل وصديق أحمد أبو شوشي عازف الأورج، فبحكي له هيك، أنا بكتب كلمات يعني، كلمات صلى الله على من قال كلماتي، كلماتك صحيح. فبحكي له إنه هيك كتبت شوي، هات لنعزفهم وننزلهم. نزلتهم تصوير تلفون وعزف عادي بدون تسجيل. فاتصلت علي مدرسة بتحكي لي إنه لو سمحت بدنا هذا العمل إلنا، خاص فينا، حوله ولا إلنا. قلت لهم حاضر. المدرسة دفعت تمام. لما اتصلوا علي بتعرف شو حكوا لي دكتور؟ حكوا لي بدنا هذا العمل يكون في إشي إيجابي لبناتنا، هي مدرسة بنات. اللي بلاحظ التصوير والمونتاج كله طبعا كان في كواليتي عالي جدا صحيح، والأغنية وهي كلها، هاي الأغنية انتشرت بشكل مش طبيعي. أنا مرات دكتور بحكي إنشاد ومرات بحكي غنى، لأنه إحنا بنشتغل على الشغلتين يعني، وهذا ما بعيب، هذا إشي مهم، هذا بعيبش بالضبط، بس إحنا بنشتغل على الجهتين يعني، ما بنشتغل إحنا بجهة واحدة. فلما تيجي أنت للدحية هي غنى، لما تيجي لصلى الله على من قال هي إنشاد. دكتور الأغنية هاي بحكي لهم، بحكوا لي إنه بدنا إياها تكون إيجابية. فشافها موقع، تعرف هاي الفترة عشان فيش حفلات شعبية، هذا الموقع مختص في الحفلات الشعبية، نزلها عنده. آخر مرة أنا شفتها كانت 256,000 مشاهدة، بعرفش لأن مش متبع، أنا قبل شهر آخر مرة شفتها، ما شاء الله. أنا تفاجأت من الحجم. طبعا الناس للأسف تطلع، بعض الشباب صاروا ينتقدوا إنه طب ليش أنت حاكي أغنية للبنات، ليش أنت مش، أو حتى في منهم صار يغلط وكذا. إحنا يعني الأغنية أنتجت لحساب مدرسة بنات، أنا ما بقدر أضيفها لكل الشعب، مع العلم إنه هلا مضطر حالياً قاعدين نجهز أغنية للتوجيهي، إن شاء الله إنها تطلع معنا وتزبط يعني، راح تكون على حسابنا الشخصي. لا أنا بتمنى إنه تجدوا من يمولها، وأنا هيني بنادي بنفس نداءكم يعني. أنا كنت قاصد وما زلت قاصد يا خالد إن أسمع كلامي لكثير من الإخوة اللي موجودين، وهم بيقدروا. وألف دولار يا زلمة $1,000 مش مصاري، تجيش قد حق نص بورد عند بعض الشركات. صحيح أنت شايفينه أزمة، بس غيرك ما مش في نسبة. شو $1,000 زلمة؟ $5,000 شو هم الخمس يعني؟ حق بورد بحطوه بالحارة يعني. مشان هيك أنا بكون حزين. وأنا هدفي اليوم من هاي الحلقة هدفين بصراحة. الهدف الأول الناس تشوف حبيبنا أخوي خالد القصر، والشباب اللي بالجيب الخاصة، وإحنا بجهد المقل يعني، إحنا بنساعد كل شبابنا حتى نقدر نقدم نماذج. إيش بتفضلوا؟ نماذج ريادية جادة مجدة، تكتب تنشد تغني للوطن، للإيجابية، للأشياء الخيرية، للأشياء الإنسانية، بس على حسابهم يا عمي. هذول إذا وجدوا من يتبناهم بالحد الأدنى يدعم أعمالهم، يا سيدي أقول لك لا يعيب. هي في شركات اليوم قطاع خاص عملت أغاني لإلها عفوا، وغنوا لها المغنيين كبار كبار، غنوا لها يعني بالنهاية. وهذا جزء وجانب كثير بيلزم اليوم نركز عليه. وانا مشان هيك انا حكيت البنوك الاسلاميه، ومشان هيك انا مؤسسات ذات العلاقه، لانه بالنهايه كل ما سعينا بالشكل الايجابي ندعم الشباب المنشد، انا بعتقد انه نزاحم الغير بشيء نفسه فيه. ما بقدرش اقول بديل وانا ما عنديش البديل بصراحه، وهذه نقطه انت تفضلت فيها.
العالم اليوم تكنولوجيا وجوالات والصوت والكلمة والموسيقى والأثر كل هذا بيحرك المشاعر بالنهاية، فأنت في منطقة كثير مهمة. اسمح لي أقرأ البوستات وأجي أسألك سؤال، لأنه بعدها بدي أسمع منك إشي. أنا بظبط الكل كل اللي سمعنا حالك. أنا بدي أحاول أعمل مشاركة، بس إن شاء الله ما يطلعش لا انت بتطلعش، مش راح تطلع يا حبيبي. بتقدر تعمل سكر الكاميرا وتعمل مشاركه، بتطلعش، خليك سامع صوت بس. انا بدي اقرا، او خليك فاتح الكاميرا، فيك يعني تسكر وتفتح على الفيس وتعمل مشاركه. لكن انا لازم اجي اقول انه الدكتور مصباح الاغبر بقول كل عام بألف خير وصحه وسلامه، يوجد كما تعلمون موشحات اندلسيه رائعه لم ينشدها الى الان احد، نرجو الالتفات لها ودمتم بخير. وانا بقول ماشي، الموشحات بحاجه حدا ينشدها وبحاجه ناس تدعمها. هي كمان كمان بيقولوا الدكتور مصباح طبعا هو اختصاص اللغه العربيه على فكره يا خالد، كمان بيقول طبعا التراث العربي كمان الاصيل. اخونا احمد النقيب والحبيب الشعب، احلى مثل الشباب الطيبه، فلازم اقرا لك يا اخوي. عبد الرزاق ابو محمد بيسلم عليك، ربيع الله يحفظه ويجزيه الخير. عامر الخراز بيقول تحياتنا دكتور عزيز ولضيفك الكريم. أبو عمر فضل بقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير، لطالما كان النشيد أحد أعمدة تهذيب النفوس وتنشئة الأجيال على الخير وبديلا رائعا عن الفن الهابط، ولكن بحاجة في أيامنا هذه إلى دفعة كبيرة من الاهتمام من أمثال أستاذ ضيفك الكريم وكمان من أصحاب التمويل، لأنه لابد أن ينجح. ممكن أنس بيحكي المشكلة الصورة والنمط عن الفن الملتزم، إنه نمط بالأغلب حزين، ما بعرف ليش بس حزين، يعني ده مش دائما حزين. أختنا أريج عمران، يا خالد أريج عمران بتقول معروف دور الأناشيد في تكوين شخصيات الأشخاص، خصوصا إذا من الطفولة الأهل ظلوا نشيد الهدف في تربية أبنائهم وبيأثر عليهم، وبقول قديش يوظف فيهم. بتقول كمان إنه النشيد كمان بيكون الشخصيات، والأهل المبدعين والأذكياء هم الذين يوظفون النشيد الهادف ليساعدهم لإيصال فكرة وزرع قيمة، ومن زمان في فرق دينية وطنية هادفة ساهمت بتربيتنا وإحنا جيل تربى على الإنشاد الديني. ما بعرف إذا أنت معايا خالد، سامعني تاج راسي دكتور؟ بعرفش أنا سامعك، أنت سامعني؟ سامعك بس مش شايف صورتك الحلوه، شكلك طلعت خروج. معلش انت روح على بعد اذنك على الكاميرا اللي هي مكتوب عليها اللهم صل على سيدنا محمد، ستوب فيديو، رد افتح عليها كمان مره بتطلع صورتك. لحظات ما تقلق، الصوره ثابته عندك بس انت اكيد سامع الصوت صح؟ يعني بس ثابته بطريقه مقبوله مش عاطله، مش مبين هيك. لا انت شايفني ثابت صورتي صح؟ لا صورتك 100% متحركه. خلاص انت صورتك الثابته لانك انت طلعت عشان عملت بجوز مشاركه ورجعت. طيب الحل خالد سهل، الحل سهل، انك بعد اذنك بتقدر تعمل ليف اللي هو بتطلع من الاجتماع وترجع عليه كمان مره على الرابط. انا موجود ما تخافش، موجود استناك. ديسكونكت اوديو. لا في، انت على الجوال فاتح صح؟ على الجوال. اند ميتنج بيكون نهايه الاجتماع اسمه اند ميتنج، اذا انتبهت على حركه هيك بايدك بيكون موجود. اند ميتنج ما فيش عندي هون. طيب طب عبين ما يرجع خالد يا جماعه الخير نحكي كلمه مهمه، لانه انا تم 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 ستوب كمان. هي خليني اساعد خالد ترجع مره ثانيه يا جماعه الخير. سامعني خالد الان؟ طب طلع خالد، هلا برجع يا جماعه الخير. موضوع الانشاد الديني، انا قرات التعليقات عند الشباب والاخوه الكرام، وبصراحه موضوع الانشاد الديني موضوع جدا مهم وبأثر، ونحكي بكل صراحة قديش اليوم احنا بحاجة أن ندعم هذا العمل. ما زال إلى الآن الإنشاد الديني والغناء في هذا المجال الدعم في اتجاهه قليل لأنه في قدرات غير عادية من شبابنا ومن الناس، لكن الدعم بيكون فيه قليل. واللي تفضل فيه حكى أخونا خالد القصراوي بدلل أنه قديش المعاناة اللي بيعانوها الشباب اللي عندهم يقدموا صورة ورسالة وكلمات وأدوات ويقدموا معلومات جدا مهمة، بتغلبوا جدا يا جماعة الخير في نشر صورة الطاقة الإيجابية وفي الكلام الإيجابي اللي بيحكوا فيه، قديش هم بيتعبوا بصراحة حتى يقدموا فيه. وهذا اللي كنا نحكي فيه أنا وأخوي خالد
على أهمية وضرورة يعني خلينا رجع نقول الصوت دكتور. رجع الصوت وسامعك يا أمر وشايف صورتك وإحنا لسه على الله اللايف. يسعدك الله الله يخلي لي يسعدك. يعني. السؤال اللي كنت أسأله بعد تعليقات الناس حبيبي خالد، تفضل. موضوع الإنشاد الديني أو الموضوع الغناء الملتزم أنا بدي أسميه أو ذا القيمة اللي هو بيقدم كلام طيب، يعني حمزة نمرة، ماهر زين، حمود، كثير من الأشخاص اللي هم بيقدموا بيغنوا وبينشدوا في نفس يعني في مجال الإنشاد ومجال الغناء وبيحكوا كلام إيجابي طيب بيأثر تأثير إيجابي في المجتمعات. طبعا حتى إخواننا وحبايبنا شادي النجار وقاسم البوريني كمان هو بيحكوا كلام كله إيجابي ووطني كلماتهم كلها لطيفة وجميلة، يعني ما زالوا بخط الوطني وبالخط الدحية وبالخط الشعبي التراثي اللي احنا كلياتنا نحترمه ونقدره. الخط السؤال اللي اسألك الهادف. الهادف يا عين عليك، السؤال اللي اسألك اياه وهذا مهم، امتى كانت بداياتك يا خالد؟ امتى كانت بداياتك كشاب بهذا المجال؟ شو اول الاشياء اللي هيك الغناءات اللي طلعت عندك وبدك تسمعني شيء يعني بشرحها مرة اكثر، كله بيقولوا لي بدنا نسمع صوته يا خالد. لو حاضر. البدايات أول مرة بطلع فيها طلعت كنت بالصف الأول في الأردن. جميل، أنت مواليد وين يا آه حبيبي؟ أنا مواليد الكويت. كمان هاي معلومات آه جديدة كلها علي. فأنا طلعت في الأردن، وبعدها شوي شوي يعني ظلت الشغلة في دمي. طبعا لما رجعت على فلسطين، هذا الحكي بالتسعينات، كان شوي الموضوع صعب جدا، حتى على مستوى الأهل، القناعات الشخصية. بعد ما خلصت التوجيه ما كانش في قناعة إنه أروح أدرس موسيقى، كانت حلمي طبعا. طب ايه وللأمانة مدرسة الله يصلحك. زي ما حكيت لك، قناعاتهم كانت الموسيقى حرام. عشان أنا هيك طلعت اخوك، فيها. اسمع اخوك احمد القصراوي بقول وحتى احنا بنتعب معهم يا دكتور. فهي كانت حلال، فهلا كانت حرام، هلا صارت حلال. يعني لا هو والله كان هي من مفروض، الاول حلال، صدقني من الاول حلال، بس هي هي من من الأول، بس كانت المفاهيم والعادات والتقاليد ايوه والأشياء هاي كانت مش سهلة يعني، احسنت وخاصة لما تكون أنت في جو كروي محافظ، يعني ما بتقبلوك يا ويل بهاي عليك الصورة. يا ويل عليك توكل على الله. بس يعني ما ندمت، يعني إنه أنا درست أستاذ، برضو الأستاذ عنده هدف، عنده رسالة سامية، بقدم شغلات كتيرة، والحمد لله يعني هذا الحكي نجحت فيه كتير مع شباب الإسلامية، وإن شاء الله ربنا يوفقكم يعني اللي بيسمعونا في التوجيهي ويجيبوا على المعدلات إن شاء الله كل شباب الوطن وبنات الوطن. آمين بعدين دكتور اتطورت في الإسلامية بصراحة، يعني انتقلت نقلة نوعية هناك، صرت أطلع حفلات التوجيهي، حلو وصارت تتعرف علي شوي المدارس وتجيبني على الحفلات كعرافة كغنى. شوي اتطورت بعض المدارس، صرت صاروا يطمعوا، صرت أكتب لهم لكل طالب أو طالبة بيت شعر، يعني أخرى دحية، في كل واحد في اسمه. كمان نيالك. فكانت يعني هيك. طبعا كان فترة من الفترات في 2007 كان عندنا في فرقة اسمها رباط الأقصى، مخيم كلنديا، كنت مشترك معهم لمدة سنتين، وبعدها يعني انفصلت، يعني انفصلنا عن الفرقة وإشي زي هيك، إنه كان بدنا نتطور أكثر، وإحنا العقلية الشبابية فيها. ف غنيت راب؟ في حدا بيسألني غنيت راب يا لا خالد؟ لا لا، ما بحبه، ما بحبه بالمرة، ولا يمكن أغني. اسمع بجوز ما يطلب المستمع، اسمع الغناء الرابي كويس لما يكون في كلمات وقيم، ليش لا يعني برضه. أنا معك دكتور، بس ما هو برضه الفن ألوان، وكل واحد بيختص في لون. هلا أنا بحاول إنه أعطي في كل لون إشي، بس مش راح يكون إتقاني في كل لون زي الثاني، عرفت صحيح. علي؟ شو فبالتالي كل الألوان واحد أنت اللي بتتقن فيها أكثر؟ بتحس أنا حالك أكثر إشي أي إشي له علاقة في الجبلي، بس الحنية والأشواق والحب والغزل هذا ضعيف فيه، يعني ما بزبط فاهم. صوتي أصلاً. ما بزبط الصوت. طبعا بعد انطلقنا دكتور من حفلات المدارس وش زي هيك، صارت بعض الأعمال الفردية، مرات بنعمل زي دعايات للمحال التجارية، حلو. يعني شغلات زي هيك. يعني شو أنا أكثر مثلا هيك أغنية أو نشيدة أو كلمات بتضلك تدندن فيها يا خالد؟ إليك بتطلع. كتير والله، بتعرف في مشكلة في الأغاني، لما الواحد تعلق في مخه بضل يدندن فيها طول اليوم، بتلزق. بتلزق. فيعني في كتير شغلات إنه يعني بتضل في مخ الواحد. بس بالإجمال يعني عالم الإنشاد عالم واسع،
وفيش حصر له. فإن شاء الله ربنا يوفقنا، يعني زي ما قلت لك احنا لسه في بداية الطريق ولسه بنتدرب ولسه بنجهز، لأنه إن شاء الله قررنا نعمل فرقة للأعراس فن حلو، ملتزم. يعني الزوج الاول ولا الثاني؟ عشان بيتجوز الثاني بيقدر يدعيكم له. الثاني ببلاش. اعطيك له حجار. الثاني على حسابنا. والله دعاية دير بالك، هلا بتلاقي كتار زباين. هلا في كتار زباين، بودي لك زباين كتار هلا. بصير يجونا. طيب بدي اسمع منك قبل، اتفضل كنت بدك تحكي شغله بدي اقطع عليك. تفضل تفضل. نسي، قلت لك كنا صرنا نعمل يعني دعايات لبعض المحلات، جميل. وبأفكار جديدة، إنه ما تكون الأغنية إنه تستهدف اسم المحل وتفاصيله بطريقة جديدة، يعني شوي هيك غيرنا. يعني في أغنية عملناها للوز السكر، ممكن يشوفوها على صفحتي أو على صفحة لوز السكر، كانت بطريقة جديدة يعني بتختلف عن الدعايات التانية. فإحنا بنحاول دكتور، وإن شاء الله ربنا يوفقنا اي يعني في الشيخ الاسم. ثائر او ابو خرمه اول زبون بقول لي احجز لي اياه، ها بده هذا الجوز الثاني حبيبي. اي اول زبون، حبيبي يلا خذ ابشر ابشر انت اللي ابشر، حكيت ما قصديش انا. بس ما يتجوزش، بس تجهز الفرقة مش يتجوز قبلها. لا بستناك، انا بمون علي، بستنى ما تقلق، بستنى ان شاء الله ينام الليله بالدار اول شيء. ينام بالدار ليه؟ انا بصير خير. ما انا خايف، انا ما انا مش الليلة. لا انت شو دخلك، انت زلمه متطوع، انت عمي انت تدعو للخير، ما ايش عطى. ما هي دعوة الخير بتصير تحكي لي معلها هالكد، انت قاعد تدعي وشو قصدك ولا لا وتشدد. عليك. طيب شو بدك تسمعني؟ انا لازم اسمع منك، انا مش راح امشيك من دون ما اسمع شيء حلو منك يعني بصراحة. على راسي، خلينا اطلع هيك في انشود شوي، مقطع من رمضان وتجلى وابتسمة، وان كان كثير من الناس بسمعوها كثير يعني، بس نسمعها كمان مرة. عشان جو رمضان. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما قدما، طوبى للنفس بمولاه. نسينا شوي الكلمات. لا العكس، جميل جدا. الله يسعدك. ما بعرفش يعني شو بيحبوا يسمعوا، احنا جاهزين. والله كثير الناس بدهم يسمعوا، يعني استاذ خالد طلع لنا، طلع لنا بنشيدتنا. مين هيطلع؟ شو النشيد اللي عاملها؟ هي دعاء بتقول ضياء، بقول لك طلع لنا بنشيدتنا. في ناس كلهم ضياء شباب طلعوا من ضياء صح. ضياء 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 شو ضياء نشيد حبيبي، ضياء؟ ضياء وجه له تحية. الله يسعدك، يلا صلى طلع لي. الله على من قال حفظ النفس من الإيمان، صلى عليه الله تعالى حبا بالهادي العدنان. يا رب إياك نعبد، اشتقنا في المسجد نسجد. يا رب إياك نعبد، اشتقنا في المسجد نسجد، لقيام الليل ونهجد، لقيام الليل ونهجد، حبا لك يا منان. عيني شوف هالإيش الحلو هذا، انا اسمع اليوم مش هتخلص الحلقه، ما تقوليش معلقه ومش معلقه. الله يكرمك. والله انا الله يرضى تشرفت عليك. يا دكتور، يعني وكثير انا انبسطت في اكثر، اللقاء معك، يعني انت لقاء روعه، جد جميل. وانت روعه. وبصراحه ما زلت بقول انه يشهد الله. انا بالنهايه مش انا دائما هذا البرنامج اسلط الاضواء على على الذهب المخفي، انا بسميه هذا الذهب المخفي، اللؤلؤ المخفي، لأنه جد دعمكم وإسنادكم أنا بعتبره واجب علينا كمجتمعات وكشباب
وكناس في كل مختلف مجتمعاتنا، يعني هدفنا ندعمكم، وكل الشباب مكيفين يعني على كل حال، الكل بدعمك، فوز الشريف، الشيخ ثائر، اخلاص الزمار، شذا كنعان، رامي، خالد، سلمان، ابو محمد، عبد الله، ضياء، كلهم بيقولوا يعني من اروع ما سمعنا، ما شاء الله تبارك الله. الله يسعد مساهم واحد واحد، الله يمسيهم بالخير شكلنا راح جميعا. نصير نشتغل ما يطلبه المتابعون. يعني في حدا بيطلب لعماد رامي، اذا بتتذكر عماد رامي، عماد رامي اكيد يعني بده يكون له اناشيد روعه. عماد رامي، عماد رامي يعني شوف، عماد رامي خامه مش سهل اوصلها، شو خامه هذا ضخمه الزلمه، جدا. صعبه هذا، صعبه. حاول فانا تسمع، انت بامكانك تغني لمحمد بشارات، برضه خامه صوته على فكره كثير صعبه توصلها برضه. معنا بغني له موطني لمحمد بشارات يوم معنا. الله يخليني اياك. هات نسمع موطني، هي جميله موطني، يلا شوف. بسم الله. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أرى، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ سماك، تبلغ سماك موطني، يا روعة. طيب أنا قبل ما أختم معك، أنا وياك حبيبي خالد، قبل ما أختم شوي بدي أخطفك كمان دقيقتين ثلاثة، بدي تفضل أقول دكتور تحت إيش أوامرك. تطلعاتكم كشباب، وخصوصا احكي لي عن جهدكم أنتم الآن وأسماء الشباب الموجودين معاكم بآخر عمل أنتم اشتغلتوه، إيش هدفكم؟ مين الشباب الموجودين آخر معاك؟ إيش الأعمال اللي تشتغلوا عليها؟ مهم كثير حتى الناس تعرف بعد إذنك حبيبي خالد. آخر عمل اشتغلناه كان معاي ضياء عبد القادر اللي وصل بده الأنشودة تبعتنا، طبعا هو بيشتغل ماسترينج وميكسينج وبوزع برضه، متقن جدا 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 للإنشاد ومتقن جدا لبرنامج اللي بنسجل عليه الأصوات والغنى وهيك. كان معنا أحمد أبو شوشة عازف إحساسه عالي جدا جدا، ويعني بطريقة غريبة هيك بعرفش بسحرك في عزفه، يعني بوصل لك اللي بدك إياه بدون ما تحكي. يعني كتير أنا بتيجي مرات في بالي لحن جديد فباجي عنده بغني لحن جديد، يعني لحن جديد لسه، فبغني فبصير هو يعزف معاي. فالزلم جدا رائع وإحساسه حلو، وحتى خامته هو غنى في الأغنية، خامته في القرار كانت جميلة جدا، على العلم إنه أول مرة بغني كان معنا. كمان مين الشباب اللي غنوا كمان بعد اذنك اذا في مجال اسمائهم الفريق؟ هو بالترتيب أول واحد كان ضياء، نعم. اللي بعده كان شاب اسمه فادي، كتير من الناس تسمع في إسعاف فادي عندنا هون في منطقة رام الله والبيرة، هو أحد المسعفين أو معاه سيارة إسعاف، عنده شركة إسعاف برضه، كان والاحترام. هو كموهبة يعني عنده صوت جميل، وكان يساعدنا بتعرف في ظل صعوبة التنقلات وهيك، يعني في عشان ننزل في طلعكم عمل. بالكورونا وغنيته بالكورونا، نيالي انا. ايوه بالضبط، عشان هيك. والشاب اللي بعده اللي هو احمد بشوش العازف، والاخير كنت انا، وبعدين رجع ضياء يعني لبيت ثاني. طبعا الكلمات كتابتك يا خالد. الكلمات كتبت صحيح، طبعا الكلمات انا يعني كتبت الكلمات وما وقفت، وديتها لاثنين، لشخص المرابط محمود عياد بوجه له الاحترام، عدل لنا جزء فيها، للاستاذ بلال القصراوي عمي برضه عدل لنا جزء فيها، لانه واستشرناهم، لانه بتعرف كلمات دينيه، كلمات بهمنا، يعني انه بديش يطلع لي واحد يقول لي صلى الله على من قال، طب الرسول ما قالش حفظ النفس من الايمان، احنا في النشيد قصدينها يعني بالايماء،
بس انه نص حديث شريف، لا مش نص حديث شريف، فاستشرنا فيها بعض الشيوخ وهيك انه نكون بعاد عن اي مشكله يعني. جميل. وانتم كنتوا راعيتوا انه حتى الكلمات تكون كلمات متفق عليها، كلمات حتى يعني من الجانب الديني كمان راعيتوا انها تكون كلمات يعني ما فيها اي خلاف. بالضبط بالضبط. وطبعا كان لما طلعت في الانشوده طلعت الكلمات كمان في كثير صلى الله على محمد صلى الله على عليه وسلم، في كثير اناشيد زيها، بس العازف ابو شوشي لانه موزع وملحن ايضا قرر انه يعدل ويعطينا إشي جديد، فعشان هيك كانت هي يعني فيها ضرب جديد يعني. اللحن تاعها مش زي يعني مش موجود يعني، في تشابه اوكي بس انه مش يعني نحن إلنا. جميل. طيب انا كمان سؤال بدي اسالك اياه، الناس اللي بتحب تتواصل معاكم يعني، في ناس كثير هذا سؤال سالته، بتحب تتواصل معاكم ايش تسوي وين ايش تعمل؟ يعني انا صفحتي موجوده، بس انا بدي اوجه رساله للناس اللي بتواصل، لانه انا في ناس بلشت تتواصل معي بصراحه، بتواصلوا معي بكتبوا كلمات، بتواصلوا معي بدهم يغنوا، بتواصلوا، بس هذا مش نقص عنا، انا بحترم كل المواهب وبحترم كل بس بصراحه يا جماعه اللي بده يتواصل معي انا صفحتي مفتوحه لكل الناس، خالد القصراوي بالعربي، وموجود هلا رابطها عند صفحه الدكتور وانا ما عندي مشكله، بستقبل الجميع يعني وبضيف اي حدا، بس يا ريت انه ما حدا يطلب في الوقت الحالي مساعدتي لانه لسه مش مساعد حدا يساعد حدا يساعد اللي بده يساعدنا صفحاتنا كلها مفتوحه له. دكتور انا بحب المواهب وبحاول انا رعيت موهبه في المدرسه الاسلاميه للطفل اسمه محمد الديك، كثير شافوه وكثير سمعوه والحمد لله وصل لمراحل كثير حلوه، ولليوم محمد الديك بحكي لي انا بس بطلع معك لما يعني بطلع مع غيرك يعني، رغم انه انا يعني درسوا ناس اكفأ مني بكثير وناس عندهم كثير خبره، بس الولد برتاح معي سبحان الله الحمد لله. فانه احنا مش كثير دائما نقدر نساعد صدق يعني. احكي لك دكتور يعني هاي الانشوده لما طلعناها السبب انه فيش حفلات، السبب الدنيا مسكره، في عنا اسعاف قدرت تجيبنا وتاخذنا، كان الاستوديو موجود، نزلنا البرامج يعني ضلينا سهرانين لتاني يوم الساعه 11 الظهر، وردينا روحنا نمنا فصحينا لقينا الشغل مش عاجبنا ردينا عدناه، فيعني مش سهل انه وكمان لاي حدا عنده صوت حلو وبحب انه يطور موهبته انا بشجعك كثير، بس يا ريت في مدربين كثير على اليوتيوب، اتدرب على النفس، اتدرب على الصوت، اتدرب على العرب، اتدرب على المقامات، اتدرب كيف تمسك الطبقه، كيف تمسك السؤال للناس اللي عندهم مواهب ايش يعملوا، لانك انت حكيت موضوع مهم يعني خليني اركز عليه، انه عنده موهبه وهيك بحس صوته يعني بالمطبخ حلو وبأوضة الضيوف حلو صوته، ايش يعمل اللي بحس حاله انه صرع صوته، خلينا نساعده كمان. في برامج كتير، في حلقات كتير دكتور على اليوتيوب بيقدر يتدرب، هي كل حلقة على فكرة يعني دقيقتين ثلاث أربعة خمسة حسب نوع، بس بده يبلش في تمارين السولفيج، بده يبلش في تمارين النفس شوي شوي خطوة. النفس فهمناها، بس شيء اللي قبلها بعد إذنك عشان أفهم شوي. لا خلينا نحكيها بطريقة تانية، إنه يتدرب كيف يمسك الطبقة، كيف يمسك الإيقاع، ما بزبط يغني مثلا برا الإيقاع، برا الموسيقى، برا الوحدة الزمنية، برا يعني في كتير شغلات. عالم الموسيقى مش سهل مش سهل مش سهل بالمرة، بس للي بحط فراس وبده يبلش يتدرب بتلاقيه ببلش شوي شوي. وأنا زي ما حكيت لك أنا إلي تقريبا 10 سنين وأكثر، أكثر إلي 15 سنة في محاولاتي الغنائية والإنشادية من أيام الكلية أن أطلع وأصير وأتطور، بس لليوم أنا لسه بتدرب، لأنه أنا لسه إذا ما بحكي عن حالي أنا صرت، لأنه لسه ضعيف بعتبر حالي ولازم أتقوى أكثر. وأهم شغلة أنه يكون في عنده قناعة أنه صوته حلو، أنه هو عنده ثقة بنفسه، لأنه كتير رح يسمع حكي. أنا بصراحة أحكي لك شغلة دكتور، كتير أصحاب كتير ناس كتير تسمع صوت إيش بيحكي لك حلو، إيش بيحكي لك ما تغنيش، إيش بيحكي لك أنت خدم القرآن، الحمد لله عمينا في التراويح وقرأنا قرآن وعملنا، بس يا عمي كل واحد له جو المعين، أنا ما بشتغل إشي حرام، أنا بشتغل إشي ضمن المنطق وضمن الهاي. بس لما طلعت هاي الأنشودة كل اللي كانوا يحكوا لي أنت ما بزبطش تنشد، أجا عليه بيحكوا لي أنت لازم تعمل فرقة، الناس كلها وقفت معي الطريق. والله
طريقة عجيبة دكتور. يعني أنا بحكي لك لليوم مش مصدق قديش حجم الصدى اللي لاقته هاي الأنشودة، الحمد لله بفضل الله يعني. وأكيد أكيد أكيد إنه أنا من هاي المنصة يعني أوجه التحية لك كمان مرة، ووجه التحية للجمهور، وبشكر فريقي اللي دائما يعني سعة صدرهم واسعانا بشكل مش طبيعي. يعني لو تشوف شغل المونتاج دكتور، لازم ليوم هيك نستضيفك على أنشودة تتعقد انت انه بتحكي شو الدعوه اربع ايام وانت تشتغل فيها، بس هو بحكي لك طلع بتطلع النشاز، بده يطلع المشكله، بده يطلع الكذا، وهو يشتغل يشتغل يشتغل. يعني عن جد هذول بجوز يعني الله يسترهم، الله يسترهم من الضغط والنظر. امين. اسعاف فادي كريم بقول لك منور يا خالد الزعيم. اها ايوه هي متابع الحلقه معناها. واللي طبعا متابعين، مش انت ما شاء الله متابعينك كثار على الحلقه. طب انا قبل ما اختم معلش، انا بدي اخذ منك رسالتك خالد حبيبي. احنا رح نختم بانشود، دير بالك لمعلوماتك، بس قبل ما اختم بدي رساله منك للشباب، رساله منك للناس اللي عندهم مواهب، ورساله منك كمان للمؤسسات اللي لازم اليوم، انا داعم لها ان شاء الله دائما، انه ندعم المواهب ذات القيم اللي تطرح طرح إيجابي قيمي وطني تراثي، بحافظ على تراثنا، بحافظ على كلماتنا، بحافظ على عروبتنا، بحافظ على ديننا، بيسمعوا الشباب إيش ياسين يرفع من همتهم. يعني ضحية التوجيه والله إنها بتجنن، أنا سمعتها بجوز أكثر من مرة يعني، وتخيلت إنه والله بنتي اللي قاعدة. أنا بصراحة يعني وأنا بقول لك يعني أعمل للشباب توجيه، وإن شاء الله إن ربنا يوفقك، وإن شاء الله إنه كل الشركات الكبيرة تدعمكم على الأداء المميز اللي بتقدموه بصراحة. هاي رسالة الكل. بس أنا بدي منك رسالة يعني ناس بلشتوا في هالإشي الجميل صراحة، ومنكم أنتوا كأشخاص وعلى حسابكم الخاص بلا دعم من أحد، إيش رسالتك للمؤسسات ولكل الناس بعد؟ هو قبل رسالة الدكتور، بس بالنسبة زي ما حكيت لك لتوجيهي، أنشودة التوجيه أو أغنية التوجيه راح تكون، طبعا هم ممكن بيستنوا الدحية، لا هي راح تكون إشي مختلف، مش دحية، راح تكون لحن تراثي شوي الناس بلشت تنساه، جاهزة كلماتها، لحنها جاهز، ضايل شوي نشتغلها. أنا من يعني من خلال منصتك دكتور بوجه رسالة، إذا حدا بده يتبنى الفيديو أو يتبنى الأغنية وتكون على اسم شركته أو اسم مؤسسته، إحنا ما عندنا مشكلة، بقدر يلحقنا يعني قبل نعملها. إحنا بصراحة لحد هاي اللحظة مش مقررين نصورها، لأنه ما معنى تكاليف تصويرها يعني نعملها فيديو كليب، بس راح ننتجها يعني احترافيا في موضوع الصوت والغنى. رسالتي انا اللي بوجهها للشباب بشكل عام، انتبهوا للكلمه، انتبهوا للفكر، خلي عندك فكرك اوسع من هيك. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول نصرته بالشباب، لما بدنا ننتصر بالشباب هذا الشباب لازم يكون واعي مثقف، مش داير وراء اشياء بصراحة يعني ما بترفع القيمة، بتقلل القيمة، أشياء هابطة. أنا بالنسبة لي ما بدي أطلع لك على قصة الشعر، ما بدي أطلع على لبسك، بس بدي أطلع على مخك، على تفكيرك، على قلبك، على نظافة قلبك، على وعيك. ما تعمل مشاكل وكذا وإشي. وكمان للشباب الموهوبين يعني ياريت أنه تآمن برسالة إيجابية وتحاول تبلش تتطور. والموهبة واسعة، مش بس غنى، في تمثيل، في كتابة، في كتير شغلات وتقدر تعملها وتقدمها لوطنك. وأنا من الناس يا عمي لا انسجنت ولا ضربت حجر ولا إشي، بس بقدم في كلمتي. في ناس بقدم في الكلمة، وما بهمني أنا أحكي في السياسة ولا بهمني أحكي في المقاومة، بجوز يهمني أحكي في التربية، بجوز يهمني يعني في كتير مواضيع المجتمع ما بتخلص، مواضيع المجتمع ما بتخلص، مواضيع شائكة وكتير موجودة. وبدك تغني للقدس بتقدر، بدك تغني للأسرة بتقدر، بدك تغني للأطفال، بدك تغني للعلم، بدك تغني يعني تطلع على اللي ذكرتهم منشدين الرائعين حمود الخضر وغيره، بنشدوا أناشيد وأغاني جميلة جدا وعصرية جدا وعليها ملايين المشاهدات. أنا هذول بحترمهم جدا لأنه بقدم رسالة وطريقة بتخلي الكل يسمع له، وما بحصر حاله في خانة معينة. أنا لكل الناس، لكل الشعب، هاي رسالتي دكتور. وياريت المؤسسات اللي انت يعني حكيت معها يعني تدعم، وتدعم الشباب اللي بتحاول تعمل وهي تكون عندها برامج هادفة لتوعية المجتمع. اختم لي يلا شو بنشودة ولا لو سبغني انا بدي تختم لي، مش راح اختم هيك يعني. انا بدي اختم بموال الك دكتور. الله يسعدك. هيك بتخصني كتير انا.
ما هو معلش خليني اخصك. استغفر الله، الله يخلي لي اياك. اوف 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 يا عيني على الدكتور، على الدكتور إذا بتمر مرة بحل المي لو بتكون مرة مرة. الله يسعدك. والله وعنتر بزمانه، عنتر بزانه انغلب ألف مرة، ودكتورنا الغالي ولا مرة انغلاب. يا باي الله يسعد لي اياك، والله ما بضر لك انا يا ابن الحلال. الله يرضي عليك يا حبيبي يا اخوي خالد القصراوي، منشدنا المميز، استاذ رائع وانشد مميز بصوتك، انت والشباب الرائعين ضياء وفادي وكل الشباب، كل الشباب الرائعين، يعطيكم الف عافيه، بتمنى دائما السعاده والتوفيق. يا جماعه الخير كل حدا بيتابعنا بتمنى يعمل مشاركه لهي الحلقه، بتمنى جد انه خالد اليوم يجد ناس تبحث عن صفحته، صفحه باللغه العربيه خالد القصراوي، وشي شكله جميل اليوم بين قدامكم، تتواصلوا مع خالد ومع الشباب الموجودين وتدعموا هذا الشباب الرائع بالشيء الجميل اللي بدهم يقدموه بصراحه لبلدهم، لانه يا جماعه الخير لما نتكاتف فندعم بعضنا البعض تبقى القيم الايجابيه هي موجوده في مجتمعنا ووطننا. انا بدي احييك اخوي خالد القصراوي انت وكل زملائك الرائعين، بدي اشكرك على حلقه جدا جدا ممتعه، حقق علينا اختنا معلاء، جبناك شوي هيك تاخرناك زياده شوي. لا 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 دكتور، انا اخذت منك ساعه بس انت بجوز ما انتبهتش، اخذنا منك ساعه زمن. انا استمتعت جدا يعني حلقه عن جد حلوه حلوه حلوه، ورسالتك هادفه دكتور، بحييك وبحيي فكرتك، ويا ريت كثير يعني ناس عندهم مواهب عندهم قدرات انه يعملوا منصات اعلاميه او تربويه او حتى دينيه، شو ما بدك تقدر تستعمل انت يعني زي فكرتك دكتور، بحييها جدا وبشكرك وبشكر جهودك وبشكر ضيوف مستمعينك يعني اللي كانوا، والله يسعدكم ويسعد مساكم يا رب. شكرا شكرا حبيبي خالد، دمت بخير، حماك الله ودمت بعز، ان شاء الله نشوفك على خير، كل عام وانت بخير، رمضان كريم، ان شاء الله ربنا بيحفظك انت وكل الفريق المميز اللي معك، وانت يا جماعه الخير كمان الشكر لكم، جزاكم الله كل خير، الله يبارك فيكم يرضى عليكم، بتمنى منكم التميز والتواصل والدعم دائما هاي القدرات الشابة المميزة. يا جماعة الخير حينما ندعم الشباب الريادي المميز بكل موقع بكل مكان، أنا بقول لكم وبكل تأكيد إنه بنقدر نقدم ما يحب الوطن وما يدعم الوطن، الإنشاد الديني وأثره في بناء النفوس وقيمها هو مهم جدا، الغناء الوطني كمان مهم جدا، الغناء ذا القيمة مهم جدا، لأنه إحنا كلنا بنكون حريصين على إنه نصنع في أذهان أبنائنا ما يحفزهم، ما يرفع من قيمتهم، ما يرفع من وعيهم، وزي ما حكى خالد حكى نقطة كتير مهمة، مش المهم شكلك، المهم شو ما تحمل من عقلك، ما تحمل من فكر، ما تحمل من غناء، من قيم. وحلو ندندن أغاني الوطن والدين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ندندن أشياء هابطة ومذلة وغير ذات قيمة، وهي دعوة اليوم لمؤسساتنا وشركاتنا كل المواقع، ادعموا هؤلاء الشباب وقدموا لهم، والتكلفة قليلة على فكرة، بحكي أرقام جدا بسيطة أخونا خالد، وأنا بحزين إنه لحد الآن مش لاقي حدا يدعمهم، لازم ندعمهم ونوقف معاهم ونساعد إيدي بإيد إنه نرفع من هذا الإنشاد الديني، الإنشاد القيمي، الإنشاد الوطني، لأنه نزاحم فيه الآخرين. ربي يسعدكم يحفظكم يبارك بأعماركم، وكل التحية لكم، كل حدا شاركنا، كل حدا موجود معنا بحييه، جزاكم الله كل خير، كل حدا علق كمان بحييه، شاركوا هاي الحلقة، ارسلوا لمن تحبون وادعموا الشباب الرائع، وأنا بحيي حبيبي القلب أخوي خالد القصراوي على ما تفضل به، هذا الإنشاد الجميل وهذا الصوت الجميل وكلماته المؤثرة، وبصراحة أنا أخجلني في كل كلامه اللي تفضل فيه، ربي يحفظه ويحفظ كل أهله، وكل التحية لكل أهل بدعموا ابنهم وقفوا معاه ولو بالحد الأدنى الدعاء، وهي التحية كمان موصولة لكل الناس الرائعين من أمثالكم، حماكم الله ربي يكرمكم إن شاء الله ويحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.